هي بقى المكونات الرئيسية اللي كل العالم بيتكلم عنها في السيارات الكهربية؟ أهم حاجة عندي إيه؟ أنا عندي الحركة اللي بتسحب البادي بتاع السيارة دي، تمام؟ العجلات. أنا عندي عجلتين أهو، أدي العجلة اللي فوق دي عشان نبقى فاهمين، وأدي العجلة اللي تحت. العجل ده بيتسحب إزاي أو بيتدفع إزاي؟ من خلال محرك، المحرك القديم بتاعنا اللي هو السيارات العادية. لا ده أنا هبدل المحرك الكبير الضخم ده بمحرك كهربي. يبقى انت الهدف بتاعك عشان لما نيجي نصمم سياره كهربيه وندخل في تفاصيل مكوناتها، العجلات، مين بيجر العجل او بيدفع العجل بتاع السياره الكهربيه، سواء كان جر اللي هو السحب، سحب او دفع، تمام، محرك كهربي. يبقى انت جايب محرك كهربي ربطه بالعجل. دي فكره السياره الكهربيه في ابسط ما يمكن. لازم عشان تتحكم في سرعه المحرك تزود السرعه، تقلل السرعه، زي ما انت كنت بتضغط على الدعسه كده بتاعت البنزين، لازم يبقى في منظم حركه، كنترولر. يبقى لازم المحرك يبقى في منظم حركه. يبقى المكون الاولاني محرك كهربي، المكون رقم اتنين منظم. طب المنظم ده اصلا عشان يشغل المحرك الاي سي ده مش عايز ياكل ويشرب كهرباء؟ ايوه. هعمل ايه انا؟ هركب السياره واربطها مفيش كهرباء تمشي وراها؟ لا، هجيب كهرباء دي سي اللي هي حزمه بطاريات، الباتري باك، مجموعة كبيرة من البطاريات بتاعت الليثيوم ايون، هسميها حزمة بطاريات، هي باكج في الاخر. دي سي هتدخل على المنظم ده، تمام، وتروح محول الكهرباء من دي سي لاي سي، يبدا يدخل على المحرك الكهربي بتاعي. يبقى لو سالتك ايه هي المكونات الرئيسية لاي سيارة كهربية، محرك كهربي ومنظم وحزمة بطاريات، دي المكونات الاساسية للسيارة الكهربية. طب تعالى ندخل شوية في السيارة ونشوف ايه اللي هيحصل. تعال ندخل شوية في السيارة ونشوف ايه اللي هيحصل. احنا لسه متعلمين دلوقتي ان الحركة هتبدأ من العجلات اهي. يبقى انا عايز الف في العجل ده. هلف في العجل ده ازاي؟ هعمل عزم دوران للعجلات. طب مين اللي يعمل عزم الدوران؟ مين اللي حرك اي عجلة دي؟ محرك كهربي. يبقى المحرك بيدي العجلات. انا لسه قايل من شوية المحرك ده لازم يبقى فيه كنترولر متحكم. طيب الكنترولر ده عبارة عن ايه؟ كل دول بقى الكنترولر، يعني كل الجزء ده اعتبره كأنه هو متحكم في مين؟ في الموتور. هتقول لي بس في جزء هنا زي الإنارة بتاع السيارة، الإنارة مثلا بتاع السيارة، المساحات، الكلام ده كله انا عايز له كهرباء، ماشي، دي بيسموها الأحمال المساعدة، بديها محول دي سي، دي سي عادي بتاخد كهرباء دي سي، فالجزء اللي تحت ده مش معايا. فين بقى المتحكم؟ الاجزاء المتبقيه من المتحكم اللي هم دول، اللي هو محول ثنائي الاتجاه. ليه ثنائي الاتجاه؟ لانه رايح جاي اهو، تمام، ثنائي الاتجاه باي دايركشنال، هيدي محول يحول لي من دي سي اللي هو بتاع البطاريه الاي سي عشان يدخل على المحرك الكهربي. يبقى انا هنا عندي محول ثنائي الاتجاه ومحول دي سي اي سي، هم دول الكنترولر او المتحكم، لان لازم الكهرباء اللي هتمشي العجل ده، العجلات دي لازم تمشي بمحرك كهربي، المحرك الكهربي اي سي، فلازم هنا ادي له كهرباء اي سي. طب انا جايب دي سي من البطاريات، يبقى لازم احول الدي سي لاي سي. طب انا باكل واشرب من فين؟ باكل واشرب من بطاريات. البطاريات دي مش بطاريه واحده جهدها منخفض، لا ده انا بوصل مجموعه كبيره جدا من البطاريات عشان اوصل لجهد عالي، فبيسموها بطاريات الجهد العالي، هاي فولتج باتري. طب البطاريات دي موجوده جوه السياره؟ ايوه، بتبقى موجوده تحت هنا في السياره، كل السياره من تحت كده اهي، باكج كامله كده، بتبقى كل الظهريه اللي تحت بتاعت السياره، تمام، كلها مليانه بطاريات. طب البطاريات دي بتاكل وتشرب وتتشحن من فين؟ دي يا باشا بتتشحن من شاحن البطاريات اللي احنا اشتغلنا عليه المحاضرات اللي فاتت دي، التشارجر، الاون بورد تشارجر ده. طب الشاحن ده بياكل ويشرب من فين؟ من محطات شحن السيارات الكهربيه الخارجيه. يبقى انا تاني يا شباب، السياره الكهربيه ببساطه هتشتغل ازاي؟ يا عمي انا والله عايز اشغل سياره، يبقى لازم الف في العجل. عشان الف في العجل بتاع السياره الكهربيه لازم اركب محرك كهربي اي سي. طب الكهرباء اللي جاني مش اي سي، يبقى لازم احول من دي سي الى اي سي بمحول ثنائي الاتجاه، وبعد كده محول من دي سي لاي سي، لان الكهرباء اللي جاني من البطاريات دي سي. البطاريات الكبيره دي بوصلها على التوالي والتوازي بحيث احصل على جهد عالي. طب البطاريات دي هتتشحن من فين؟
البطاريات دي تتشحن من شاحن البطاريات، تتشحن من شاحن البطاريات. طيب الشاحن البطاريات الداخلي ده ممكن ياخد كهربته من فين؟ من محطات شحن السيارات الكهربائية. يبقى الخطوات بتتم ازاي؟ محطة شحن السيارة الكهربائية تدخل على الشاحن، الشاحن يغذي البطاريات بتاعت الجهد العالي. البطاريات دي ليها جهد دي سي، الدي سي ده يدخل على المحول ثنائي الاتجاه، وبعد كده يدخل من دي سي الى اي سي، وبعد كده يدخل على المحرك الكهربي اللي هو الموتور. الموتور يلفف او يعمل عزم دوران للعجلات. الفكره واضحه يا دكتور؟ عندي سؤال. الغرض الحين احنا بناخد من الكهرباء البيت اي سي، ايوه، على دي سي، ايش الغرض من تحويلها على دي سي وبنرجع نحطها في المحرك ما بيمشي الا اي سي؟ ما انت الغرض ان انت عندك بطاريه وانت كنت هتقدر توصل الشاحن ده بالموتور ده وتبقى الفيشه ماشيه معاه. انت يعني دلوقتي انت ايه الغرض من ان انت تحط شاحن الموبايل، تمام، او تحط الموبايل في الشاحن في الكهرباء، ان انت تشحن بطاريه. طب هتقول لي ايه الغرض ان انا حطيته؟ ان انت لو ما عندكش بطاريه كنت ازاي هتشبك كهرباء مباشر على الموتور؟ انا ماشي عايز اغذي المحرك ده تيار متردد، قول لي انت هتعملها ازاي. يبقى هنا انا مضطر عشان انا عايز تيار متردد، والسلك ده مش هيبقى واصل، السياره ما بتبقاش ماشيه بكابل وراها، فاهمني؟ فهي السياره بتبقى ماشيه، يعني انت هل الموبايل بتاعك اللي ماسكه دلوقتي في ايدك، هل انت موصل السلك حاليا وماشي بالشاحن طول حياتك؟ لا، ده انت بتشحن البطاريه شويه تتملي عشان تقدر تخليه محمول، بيسموه محمول، منقول يعني، يعني اقدر اشيله من غير ما يكون واصل بمين؟ بمصدر التيار المتردد. انا يا عمي احب ما عليا ان انت تدي لي المحرك ده زي الموتور، الموتور اللي بتاع المروحه مثلا، ما انت لازم تبقى موصل المروحه في الفيش او موصلها بكهرباء مباشر عشان تاخد التيار المتردد وتشتغل. يعني انت عشان المحرك دايما لازم ياكل ويشرب اي سي. هتقول لي طب ما انا المصدر بتاعي اي سي، ماشي، بس انت عشان دي سياره بتتحرك مش هتبقى مربوطه بمصدر كهرباء، فاهمني؟ فانا مضطر بقى اعمل عمليتين، احول الاي سي اللي هنا ده لمين؟ لدي سي. ليه؟ عشان البطاريات بتشتغل دي سي، لان من غير البطاريه بتاعت المحمول كنت هقدر ازاي امشي بالمحمول في ايدي من غير ما يبقى واصل في الكهرباء؟ أيوة. فالبطاريه هي الاساس، فهمت؟ أيوة. تمام، ممتاز. معلش بس اقفل المايك عشان الصوت. تمام، دلوقتي هنبدا زي ما احنا شفنا في الجدول السابق مكونات السيارات العاديه. اهي السيارات العاديه فيها ايه؟ فيها والله دايره البنزين، فيها دايره اهي دايره الوقود، دايره الهواء، دايره الزيت، دايره الميه، الشراره الكهربيه، وبعد كده بدا اتكلم عن الخزان بتاع البنزين وهكذا. انا دلوقتي عايز اتكلم عن الاجزاء الخاصه بالسيارات الكهربيه. اهو موضوعنا دلوقتي المكونات الأساسية للسيارات الكهربية. أول مكون وأهم مكون هيخليني أقدر أتحرك بالسيارة كمان من غير ما أكون موصلها بالكهرباء، إن أنا لازم يكون عندي بطاريات. يبقى أول مكون في السيارات الكهربية البطاريات، باتريز. الباتريز دي مهمة جدا. المكون الأساسي في السيارات الكهربية المسؤول عن تخزين الكهرباء اللازمة لتشغيل السيارة هو البطاريات. طبعا بيقول لك اقل بطاريات ليثيوم ايون ضمانها 8 سنين. طبعا حسب الشركه المصنعه يا اخواننا عشان ما نلتزمش. في 8 سنين وفي 10 سنين وفي 15 سنه حسب الشركات المصنعه. يبقى اول مكون في السيارات الكهربيه هو مين؟ البطاريات. رقم اثنين وحده التغذيه الكهربيه اللي هي هيسميها بقى ايه؟ الموديول. او بيسموها الباور ديليفري موديول. يبقى وحده التغذيه الكهربائيه، كل ما تسمع في السيارات الكهربائيه موديول او الباور ديليفري موديول، ده عباره عن مكون مسؤول يحول التيار المتردد اللي هو الاي سي الى تيار مستمر عشان اقدر اخزن هذا التيار المستمر في البطاريه. يبقى البطاريه هتاكل وتشرب دي سي، مين بقى اللي هيديها الدي سي بتاعها؟ اللي هو وحده التغذيه الكهربائيه. وحده التغذيه الكهربائيه بتحول التيار المتردد اي سي لتيار مستمر دي سي. بعد كده في عندي الانفرتر بيعمل العكس.
يعني ايه يعمل العكس؟ يعني بيحول الدي سي الى اي سي، وشرحناها دي. الانفرتر زي انفرتر، تمام؟ الطاقه الشمسيه بتجيني طاقه كهربيه دي سي بتتحول الى اي سي. يبقى لو سالتك الانفرتر بيعمل ايه؟ بيحول التيار المستمر اللي هو الدي سي الى تيار متردد، عشان اشوف والله عايز اغذي موتور، عايز ياخد ويشرب او ياكل ويشرب اي سي، عايز اغذي اي حاجه اي سي، بجيب الانفرتر. بعد كده الطفره الكبيره بقى ان انا هشيل الموتور الكبير بتاع الديزل واركب الكتريكال موتور. ده هناخد محاضره كبيره جدا عن المحركات الكهربيه المستخدمه في السيارات الكهربيه او الالكتريك موتور. يبقى لتوليد الحركه للسياره احنا لسه قايلين، انا عندي اهو العجل بتاع السياره عايز عزم دوران، لازم اركب معاه محرك كهربي. يبقى المحرك الكهربي هو اللي هيدي العزم او هيدي الحركه للعجلات بتاعت السياره، لتوليد الحركه للسياره، وتميز بانه موفر جدا بالمقارنه بالمحركات التي تعمل بالاحتراق الداخلي سواء كانت بنزين او غاز او ديزل. حجمه صغير وموفر جدا وما بيطلعش اي حاجه تضر للبيئه. المحرك الكهربي الصغير ده هو اللي هيحرك العربيه كلها. طبعا بيبقى موجود في السياره الكهربائيه او السياره العاديه في بيسموها الجير، الجير بوكس، صندوق التروس. ده عشان يعمل لي عمليه الفورورد والباك، الريفيرس، لازم اطلع انا وطالع لقدام وانا راجع للخلف، لازم اعمل جير بوكس. تمام؟ طبعا اي جير بوكس لازم يكون فيه زيت. يعني في مره واحد بيسالني بيقول لي يا دكتور هو السيارات الكهربيه فيها تزييت فيها زيت؟ ايوه فيه. تمام؟ اي جير بوكس سواء كان في سياره كهربيه في مكنه في اي حاجه لازم زيت. قلنا عشان يقلل من الاحتكاك ويقلل درجه الحراره. طبعا في سيارات كهربيه بتبقى موجوده في الدول البارده يا اخوان، عشان السياره تبدا تشتغل تمام في الجو التلج ده بيجيبوا لها سخان الكتريك هيتر عشان يعمل عمليه تدفئه. تمام؟ بعد كده في عندك الدوائر العاديه بتاعتنا، يعني انت السياره الكهربيه او السياره العاديه لازم يكون فيها تكييف، فالتكييف لازم يكون فيه ضغط او كومبريسور كباس، يبقى لازم يكون فيه ضغط كهربي او كباس اللي هو الايه الكومبريسور عشان يشغل تكييف السياره. في فرامل، في الكتريك فاكيوم بامب او فرامل كهربي، دي هنشرحها موضوع الفرامل او البريكنج ده كمان. حتى الفرامل ده هنستخدمه بعد كده ان احنا ايه نخزن بيه طاقه او نرجع طاقه اثناء الفرمله، بيسموها فرامل كهربيه تعمل بضغط الهواء، الكتريك فاكيوم بامب. ده كله بيتكون، احنا قلنا تاني عشان الناس ما تنامش، انا بتكلم عن المكونات الاساسيه للسيارات الكهربيه. اول مكون واهم مكون البطاريات. البطاريات هي المكون الرئيسي، والبطاريات دي هي اللي بتخزن الكهرباء تمام على هيئه دي سي، وبتبدا تنقلها وتحولها لاي سي من خلال وحده التغذيه الكهربيه. يبقى الباور ديليفري موديول بتحول الاي سي تيار المتردد الى دي سي. في وحده ثانيه بنسميها العاكس او الانفرتر، اللي هي بتعمل العكس، بتحول التيار الدي سي او المستمر الى تيار متردد. المحرك الكهربي من اهم المكونات اللي بستخدمها في السياره الكهربيه، حجمه صغير مقارنه بمين؟ بالمحركات بتاعه الاحتراق الداخلي. في بعد كده بقى الحاجات العاديه، صندوق التروس، سخان لو السياره موجوده في بلد بارده تمام، في التكييفات الضغط او الكمبريسور، مضخه الفرامل، ده كله طبيعي في الاثنين موجود تمام. بعد كده الستيرنج بيسموها الطارة اللي احنا بنمسكها دي بنوجه بيها السيارة، وبيسموها مقود توجيه السيارة تمام. ان انا اعمل الف بالسيارات يمين، الف بالعجل يمين، الف بالعجل شوية يسار تمام، ده بيسموه الالكتريك باور ستيرنج، لازم نحفظها بالانجليزي، الستيرنج اللي هو المقود تمام. طيب بقى كده نظام جديد بقى في البطاريات، الليثيوم ايون باتري، لازم يحصل باتري كولينج سيستم، باتري كولينج سيستم، نظام تبريد البطاريات، لان البطاريات بتسخن فلازم اعمل لها نظام تبريد في السيارات الكهربائيه. خلي بالك في بطاريات 12 فولت زي البطاريه اللي موجوده في السياره بتاعتنا، ايه لازمتها؟ بستخدمها في الاناره تمام، استخدمها في بعض الحاجات بتاعت الحركه. السياره العاديه ال 12 فولت البطاريه العاديه بتاعتنا 12 فولت تمام، في المساحات ومش عارف ايه الحاجات العاديه بتاعتنا. بعد كده في وحده التحكم في الالكترونيات تمام، القصه دي بتتحكم في سرعه الجر او عزم الدوران. يعني انت زي ما انت كنت بتتحكم في عزم الدوران في العربيات المانيوال، تديها الغير الاول الثاني الثالث، ده كله في الجير بيحصل. هنا نفس القصه في السياره الكهربيه، مش هيروح يعملها بجير،
او تحكم بتروس او بيد تمسكها زي المانيوال، لا ده هتحكم فيها الكترونيات، يبقى لازم يكون في كنترول يونت، وحده تحكم، ومنها تقدر تتحكم في السرعه بتاعه السياره. بعد كده البلاج اللي بتاعت الشحن تشارجنج، لازم يكون في فتحه تركب فيها الشاحن، تمام؟ يبقى ده منفذ بيسمح باتصال السياره مع الشاحن الخارجي، سواء كان الشاحن ده اي سي او دي سي. طبعا اي سياره كانت كهربيه او سياره غير كهربيه لازم يبقى فيها بروتكشن سيركت، دوائر حمايه، زي علبه الفيوزات اللي موجوده في السياره العاديه بتاعتنا، برضو في علبه فيوزات بتقدر تتحكم فيها في الاجزاء الخاصه بالسياره الكهربيه.